المشكله ديالي هي زعما يعني بغيت نقري وليداتي ياك كتما وليداتي غنقريهم وفين ننعس ما عنديش فين ننعس الا ما خدمتش على روحي. فين كتسولي انت؟ ها عارفين كتسولي وكتطلبي شكون ولادي؟ لا ما عارفني الا كنطلب ولا كنقول لهم كنخدم وصافي. هادشي اللي كنقول لهم هما مساكن عاوتاني ما كيحكروش عليا. كنقول كنخدم كيقول زعما كنقول انا كنخدم ما كيجيش زعما يتبعوني ولا انا كنجي لهنا هاد البلاصه ما كيعرفني فيها حتى واحد سوى الناس اللي ساكنين حدايا. صافي هاد الناس ديال الحومه هما اللي كيعرفوني ساكنه هنا وعندي وليداتي. بالنسبه للكريه 400 دورو في النهار 60,000 في الشهر وما عنديش باش نخلصها في كامله. كنلقطها من هنايا بالدورو بجوج باش في العشيه ندي 20 درهم ندي 20 درهم باش نخلص فيها الكرا باش نرقد ما نرقدش في الزنقه. بغيت زعما يعني هكا باش ندي وليداتي كنعاونهم راك عرفتي. وهادي صنيعتي عندي صنيعتي ولكن ما لقيتش اللي يعاوني باش غندير ديك الصنيعه ونقعد في الدار كاع ما نخرج. ما لقيت اللي يعاوني كون لقيت اللي يعاوني ما نقعدش انا في الزنقه كاع تماما. ويجر سانكيام اني سيكوندير خمسه من الثانوي. شحال من لغه كتهضري؟ اربعه. هذه اللغه شنو كتهضري كاع باللغه؟ نهضر فرنساويه والعربي فرنساويه وهذه واش يقولوا لها اسبانيوليه والمانيه وانجليزيه شويه. ايوا ظروف المعيشه ديالي راني قلت لك اوليدي شنو هي ما عنديش اللي غادي يدخل لي حتى غربطه نتاع النعناع. ما عنديش حتى واحد لا با لا ما لا اختي لا خويا حتى واحد. عندي حتى واحد هذوك الوليدات حنا كنديروا فيهم سبيل الله وصافي ما عرفناهمش يخرجوا شي حاجه ولا الله اعلم. شنو القصه ديالهم هذوك دوك الوليدات هذوك ما تباهم ياك امهم ما بغاتش تقبلهم ما قبلاتهم. كانت صغيره عندها 24 سنه ما بغاتش تقابل الاولاد قالت لك انا نغبي شبابي ونبقى شاده الاولاد عندي. قالت لك انا بغيت نمشي نتزوج زعما يعني باش شبابها ما ندخليهم للخيريه. قلت لها ما ندخلهمش للخيريه خليهم نقريهم انا ولادها. واه واولادها هما كتجي لا تشوفهم ما كتجي تصرف عليهم ما كتعطيهم حتى حاجه كلشي مني. حتى الولد الصغير خلاتوني عنده عامين راه دابا عنده 7 سنين هذاك الولد. انا فين نكون قاعده هنايا راه ديك الساعه الولد عندي باقي صغير دابا عنده 7 سنين كيقرا. اللي بغى يعاونني هذا ما كان فهمتي اللي بغى يعاونني في سبيل الله اللي يعاونني كما قال مولاي يدي الاجر ديالي على خاطرش انا ما باغياش هاد البلاصه هادي ما باغياهاش. يجرب البنادم ويشوف الا باغيها غادي يشوف زعما بنادم بغى يجرب واحد النهار ياك ولا سيمانه ولا غادي يجرب. الا عطاني شي حاجه كما قال مولا عاوني وعاود يجبرني في شي بلاصه ما عاودش يجبرني كاع تماما. غادي يجي عندي للدار يلقاني كل نهار في داري والله. ما انت وليدي شو هذا البرد كي داير؟ ما كتشوفش هذا البرد كي داير؟ شو كي راني يابسه والله لا يابسه. بغيت نمشي بغيت نروح ديك المكفى اللي وقفت من تما وقفت راني بغيت نمشي نروح عاوتاني قلت 400 درهم ما عنديش كي غندير لك منين غنجيبها؟ شحال وانا نتحول من هاد البلاصه هاد البلاصه غير باش ما يجينيش البرد. وفت ما بغيتش اوليدي هاد البلاصه والله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.